السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك في حلقة جديدة قصيرة من كورس HTML لسنة 2022. والنهاردة عندنا موضوع بسيط جدا ولكن أنت تحتاجه كتير في حياتك. إيه هو الموضوع ده؟ هو موضوع الكومنت. يعني إيه كومنت؟ وكل الكلام ده أنا هشرحه لك. حبيت أعمل لكم فيديو زي ده عشان أفصلكم من الكورس الطويل، لأن أنا في الكورس بعمل فيديوهات أكتر من ربع ساعة، والموضوع ده ممكن يكون بيضايق بعض الناس. الفيديو طويل مليان معلومات كتيرة ورا بعض، فأنت ممكن تكون مش بتركز شوية. عشان كده حبيت أعمل فيديو يفصلك في النص كده، يحسسك إن الدنيا سهلة. لازم تكون عارف إن لغة HTML سهلة جدا، لأنها مش لغة برمجة. لغة HTML هي لغة ترميز أو لغة كودينج بتعمل بيها التصميم زي لغة CSS كده، لكن لغات البرمجة اللي بجد بتكون أصعب من كده، بيكون فيها variables, functions، كلام كبير كده نشرحه إن شاء الله في كورس الجافا سكريبت. فخلينا دلوقتي نتكلم عن الكومنت. دلوقتي إيه هو الكومنت؟ الكومنت هو اللي أنت شايفه ده قدامك، ده كومنت. وعلى فكرة الكومنت موجود في كل لغات البرمجة بما فيهم HTML و CSS اللي هم أساسا مش لغات برمجة. الكومنت هو عبارة عن جزء في الكود مش في الكود. يعني ايه؟ تعال افهمك. الاول اللي انت شايفه قدامك ده هو كومنت، يعني الاخضر ده اي حاجه مكتوبه بالاخضر في الموقع بتبقى كومنت، جزء متعلق، جزء يعني مش بيظهر، مش تبع الكود. نفترض مثلا ان انا دلوقتي هاجي اعمل اتنين انبوتس تمام. خلينا بس نفتح اللايف سيرفر بتاعنا. دي اضافه اسمها لايف سيرفر، ممكن تحملها من اكستنشنز الفيجوال ستوديو كود، وممكن اعمل لكم فيديو اشرح فيها الحوار ده. تمام. خلينا بس ندخل في موضوعنا. كومنت، انا دلوقتي هعمل اتنين انبوتس، اول انبوت تمام تايب تكست، وتاني انبوت تايب ايميل. تمام، اتكلمنا عن الموضوع ده في درس الانبوتس. تمام. دلوقتي انا عايز اعمل كومنت. ممكن استعمل الكومنت في، لو جينا شفنا هنا هتلاقي عندك اتنين انبوتس، نعمل زوم هتلاقي عندك اتنين انبوتس. طيب دلوقتي انا شغال مع حد تاني، انا مش بشتغل لوحدي، انا شغال ومعايا حد في التيم شغال فرونت اند برضو، وعايز اوضح له حاجه. يعني مثلا اقول له انا ليه استعملت هنا تايب ايميل ما استعملتش تايب تكست، اكتب حاجه للديفلوبر ما يشوفهاش الناس، ما تظهرش في الموقع، اكتبها له جوه الكود. بتعمل ايه؟ بتيجي هنا تعمل العلامه دي بتاعت الكود عادي كانك زي كود اتش تي ام ال، وتعمل علامه التعجب، وتعمل خطين بالشكل ده وبس، هو عمل لك كومنت. ده كده كومنت. في طريقه اسهل هقول لك عليها لكن لما اخلص. انت كده عملت كومنت، تقدر تكتب فيه اللي انت عاوزه. هكتب مثلا هنا I used email type because مثلا بلا بلا اي حاجه، يعني ما فيش كلام عندي اقوله. انت بتستعمل الكلام ده عشان الشخص اللي معاك بيبرمج او بيعمل الكود يشوف الحته دي، يفهم انت ليه استعملت كده، لانك ممكن تستعمل حاجه ليها مليون طريقه. يعني في حاجات كتيره جدا ليها الف طريقه. مثال، لما اتكلمنا في درس الانبوتس عن انك ممكن تعمل سبمت بالباتون وممكن تعمل سبمت بالانبوت، بيكون في فروقات بسيطه جدا. فانت ممكن تكتب كومنت للشخص اللي شغال معاك عشان تفهمه انت ليه استعملت دي وما استعملتش دي. تمام. وبعدين بقى لما تشتغل في لغات برمجه كبيره انت هتبدا انك تكتب الكومنتس دي كتير عشان تشرح حاجات كتير. طيب ايه تاني ممكن استعمالات الكومنت؟ انا ممكن دلوقتي عندي كود وخايف انه ما يشتغلش او الكود ما يكونش مظبوط، فبكتبه بشكل مؤقت وبكمل عليه بعدين. يعني الكود بكتبه بشكل مؤقت وبعدين بقى بكمل عليه، مش عايز يظهر في الموقع. يعني دلوقتي عندي اتنين انبوتس، خلينا بس نمسح الانبوت لان شكله مش واضح في الفيديو تقريبا. نعمل هنا h1 اقول ويلكم، h1 تاني هقول فيه هالو، نعمل ريفرش هتلاقي عندك ويلكم وهالو. تمام. لو انا دلوقتي عايز اخفي حاجه منهم من الموقع، هل لازم امسحها؟ لا، افرض انا محتاجها بعدين بس هخفيها لفتره مؤقته، هتعملها كومنت. ممكن تعملها بالطريقه اللي قلنا عليها، انك تيجي هنا وتفتح اقواس ال HTML وتعمل العلامه دي وخطين بالشكل ده وتعمل كومنت وتاخد ده كوبي وتحطه. ليه وجع الدماغ ده؟ كنترول زد ونشرح الحوار بطريقه اسهل. انت هتيجي هنا وتعمل زرار كنترول وعلامه التعجب. ايه انا بتلخبط دايما في الحوار ده، معرفش ليه، حتى من اول حلقه خالص اتكلمت على الحوار ده. بص ايه كنترول وعلامه الاستفهام، معلش كده كنترول وعلامه الاستفهام. انت كده عملت كومنت. بس على فكره حوار سهل، يعني علامه الاستفهام اصلا فوق زرار الكنترول اللي على يمين الكيبورد، فانت لو عملت كنترول وعلامه استفهام بتعمل كومنت. طب لو انا جيت تحت خالص هنا
في مكان فاضي وعملت كنترول علامة استفهام هيعمل لي كومنت واقدر اكتب جواه اللي انا عايزه. تمام. دي استعمالات الكومنت. ايوه دي استعمالات الكومنت. ولو خدت بالك من اول الكورس وانا بستعمل الكومنتس هنا بالشكل ده، بحيث يعني ان انا افهمك الحاجه وهنتكلم عن ايه النهارده والكلام ده كله. بس كده، ايوه بس كده. وده كان فيديو النهارده، واتمنى انك تكون استفدت منه، وان شاء الله هتشوف استعمالات كتيره للكومنت الفتره اللي جايه. لو لسه ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت او واجهتك فيها اي مشكله، ممكن تسالني في الكومنتس، وكمان ممكن انك تيجي تسالني على الانستجرام لو قابلتك اي مشكله، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. بس كده، والسلام عليكم.